السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناة تك أب سكيل. فيديو اليوم راح يكون فيديو سريع عن كيفية إضافة توقيع لإيميلات الجيميل أو الأوتلوك. واللي ما بيعرف شو هو التوقيع، هو عبارة عن جملة أو صورة بتظهر بآخر الإيميل اللي بترسله، بتكون محفوظة وكل مرة بتنرسل مع الإيميل. يلا نبتدي. راح نبلش بإيميل الأوتلوك. بعد ما تفتح الايميل راح تروح على الزاوية وتختار رمز الاعدادات سيتينج، ونختار بعدها View All Outlook Setting، ونختار Compose and Replay. وهون راح نلاقي ايميل Signature، راح نكتب التوقيع اللي بدنا هو وبعدين نعمل سيف. اما بالنسبة لايميل الجيميل، راح نفتح الايميل ونروح على الزاوية ونختار رمز الاعدادات سيتينج، وبعدين نختار سي اول سيتينجز. راح تظهر نفس الاعدادات، راح ننزل لتحت لحد ما نوصل لعند سيجنتشر، ونعمل كرييت نيو، ونكتب التوقيع اللي بدنا هو. وبس خلصنا، رح ننزل لتحت شوي صغيرة لعند خيار Signature Defaults. هون رح نلاقي خيارين، اللي على اليسار معناه انه فعل التوقيع مع الايميلات اللي مبعوث جديد، رح نفتح القائمة ونختار التوقيع اللي عملناه. والخيار اللي على اليمين في حال كنت حابب تفعل التوقيع مع الردود والايميلات اللي بتعمل لك فورورد. بتمنى انه الفيديو كان مسلي ومفيد. لا تنسى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك، تقدر تشترك بالقناة من هون، وحساباتي في السوشيال ميديا بتلاقيها بوصف الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.